تخيل انك تسيب مدينتك وتيجي المدينة كبيرة زي القاهرة او اسكندرية عشان تشتغل وتتوفق فعلا انك تلاقي شغل بالرغم من انتشار البطالة. بعد اقل من اسبوع تتعرف على شخص ما والشخص ده يكون السبب انك تدخل السجن عن جريمة قتل انت ما تعرفش عنها اي حاجة. وتخيل للمرة التانية ان شهود عمرهم ما شافوك وبالصدفة برضو يأكدوا ان انت اللي قتلت ويتحكم عليك في جريمة القتل. في امريكا مفيش عقوبة اعدام للقتل الا بتقرير طبي يأكد انه لو خرج بعد مدة العقوبة ممكن يكررها تاني. فتخيل للمرة التالتة ان حظك يقع بعد 6 سنين سجن في دكتور نفسي شكاك جدا يأكد انك مضطرب عقليا وانك هتكررها لو خرجت رغم كونك شخص مسالم جدا ويتحكم عليك بالاعدام فعلا. وده عكس اللي بيحصل في مصر. في مصر لو شخص قتل عن عمد بيتحكم عليه بالاعدام ويتخفف العقوبة او ممكن كمان يقضيها في مستشفى الامراض العقلية لو ثبت انه مريض بمرض عقلي. وتخيل للمرة الرابعة ان القاتل الحقيقي يتقبض عليه في جريمة قتل تاني. وعلى فكرة الجريمتين تموا بمحض الصدفة مش عن عمد يعني. فيعترف بجريمته التانية ويعيد اقواله في الجريمة القديمة ويعترف انه هو اللي قتل قبل تنفيذ الحكم باقل من اسبوع. كل ده حصل بجد لراندل آدمز في امريكا في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات وحكاه بالتفصيل فيلمنا النهارده The Thin Blue Line او الخط الازرق الرفيع اللي انتج 1988. فيلم النهارده مش زي اغلب حلقات البرنامج يعني مش بيناقش قضية لا هو بيتكلم عن قضية طبعا اقصد قضية جنائية. زي ما كل احداث الفيلم كانت بالصدفة كان اختياري له برضو بمحض الصدفة وكان تنفيذ المخرج له بالصدفة البحتة جدا. المخرج لما قابل آدمز لاول مرة قبله وهو محكوم عليه بالاعدام وحضر معاه لحظة التحول في القضية كلها. لقينا حوار للمخرج أرول موريس بيتكلم فيه عن ازاي اخرج الفيلم ده والحوار ده هو اللي بجد خلانا نختار الفيلم ويكون كمان من الحلقات الاولى للبرنامج. يعني حوار المخرج العظيم أرول موريس كان هو السبب الحقيقي لاختياري للفيلم ده. في اللقاء حكى أرول موريس عن قصة اخراجه للفيلم ده ويهمني قوي اني احكيها لكم. في بداية الثمانينات كان موريس ما أخرجش غير فيلمين تسجيليين بس وقتها ما كانش سهل إنتاج أي فيلم سواء روائي أو تسجيلي بشكل خاص لأن المعدات ما كانتش زي دلوقتي رخيصة ومتوفرة أو أي شخص ممكن يجيبها. ما كانش فيه قنوات فضائية ولا حتى يوتيوب. كان المتاح الفيلم التسجيلي هي القنوات المحلية أو بعض الأفلام القليلة جدا اللي بتتعرض سينمائية. فساب شغل الإخراج واشتغل مخبر سري لحد ما تفاجئ بمنتج بيطلب منه تصوير لقاء مع الطبيب النفسي إدوارد مانسون المسؤول عن تقييم مرتكبي جرائم القتل في ولاية دالاس واللي بيقرر ان الشخص ده بعد ما يقضي فترة سجن ممكن لو خرج يعمل الجريمة دي تاني ولا لا. فلو كان قراره بنعم بيتحكم على المذنب بالإعدام بالكرسي الكهربائي ودي الوسيلة الإعدام في أمريكا. وعلى فكرة أمريكا لأنها نظام فدرالي فكان كل ولاية ليها قوانينها ومناهجها ورخص شغلها. طبعا موريس قبل الشغل على طول لطول بعده عن العمل التلفزيوني ورغم أنه مجرد تصوير لقاء إلا أنه وافق على طول من غير أي تفكير. بعد اللقاء أصبح في صداقة بين موريس ودكتور مانسون اللي وصفه موريس بدكتور داث أو طبيب الموت. من خلال الصداقة عرض دكتور مانسون على موريس انه يقابل بدون تصوير طبعا بعض المذنبين اللي كان تقرير دكتور مانسون هيكون السبب في تنفيذ الحكم عليهم بالاعدام زي ما قلنا بسبب تقريره. وتمت المقابلة بين موريس والمجموعة دي وكان من بينهم راندل آدمز بطل فيلمنا النهاردة. بيقول موريس ولسه كلامي مبني على الحوار بتاعه التلفزيوني انه لما قابل آدمز من بين المجموعة اللي اختارها له دكتور مانسون آدمز كان مصر على الإنكار وإنه ما قتلش أصلا وإن في ولد كان عنده في وقتها 16 سنة
هو الشاهد اللي أقر بأنه كان جنب أدمز في العربية وهو بيقتل، هو اللي قتل فعليا. موريس طبعا ما صدقش أدم، لكن بحس المخبر السيدني والمخرج في نفس الوقت طلب موريس من أدم يحكي له الحكاية من وجهة نظر، فحكاها أدم زي ما كتبها في اعترافاته للنيابة، واللي بالطبع ما خدتش بيها المحكمة. وبحس المخبر السري المرة دي قرر موريس يحقق في القضية بنفسه. وخدوا بالكم إن الجريمة تمت 1976، يعني قبلها بتسع سنين، وطبعا وقتها لا كان في موبايل ولا في وسائل تواصل اجتماعي. قضى موريس سنتين في حالة تقصي وبحث، قابل خلالها ثلاثة من شهود العيان، وكلمة عيان معناها إنهم شافوا الجريمة بعينهم وصور معاهم، يعني كان بذكاء يستجوبهم من خلال لقاء في فيلم تسجيلي عن الجريمة. وبدأت الشهادات تختلف والتردد أو عدم التأكد ببيان الشهود، ومن خلال واحدة من الثلاث شهود وتغيير كلامها طنع موريس إن أدمز بريء. وأخيرا قرر موريس يقابل ديفيد هاريس، الولد اللي كان عمره وقتها 16 سنة وقت الجريمة يعني، واللي أكد إنه كان جنب أدمز وقت الجريمة، واللي أنكر أدمز كلامه وقال إن الولد كان لوحده في العربية وهو اللي قتل. عارف موريس يوصل للولد بصعوبة جدا، اللي بقى عنده وقتها حوالي 27 سنة. اتقابلوا في بار، وديفيد هاريس كان فاكر إن أدمز اتعدم خلاص، وكان سبب من أسباب موافقته إنه يقابل موريس إنه يتأكد من تنفيذ حكم الإعدام في أدمز. لما عرف إنه لسه ما اتعدمش سأل موريس هو بيقول إيه عليا؟ موريس ما جاوبش إجابة صريحة، بس وقع في الوقت نفسه في غلطة كبيرة، إنه قال لديفيد هاريس أنا مبسوط إني قابلتك عشان اتأكدت إنك مش من النوع اللي ممكن يرتكب بجريمة قتل. وهنا اتغيرت لهجة ديفيد هاريس، وحس موريس بلهجة تهديد غير صريحة في كلام ديفيد، لدرجة ان موريس كان خايف وشاكك ان ديفيد كان بيراقبه طول الوقت لطريقه لبيته. وفي الوقت نفسه كان موريس راجع متأكد تماما ان ديفيد هاريس هو القاتل الحقيقي. رغم كده حاول موريس انه يصور اللقاء الرابع مع ديفيد هاريس، لكن كان دايما بيزوغ منه، لحد ما اتفقوا على ميعاد. لكن في اليوم المحدد للتصوير حصل اللي قلب الموضوع رأسا على عقب. في اليوم ده ارتكب ديفيد هاريس جريمة قتل تانية وبدون تعمد للمرة التانية، واتقبض عليه في لحظتها، وفي اعترافاته بالجريمة التانية اعترف بالجريمة الأولى. فيلم النهاردة اتوفر له كل عناصر النجاح، ما سابش أرون موريس أي عنصر مهتمش بيه. بس خلوني أتكلم على تفصيلة قليل جدا ما بنتكلم عنها في الأفلام التسجيلية والوثائقية، وهي الموسيقى التصويرية. موريس اختار فيليب جلاس، واحد من أعظم الموسيقيين في القرن العشرين، علشان يألف الموسيقى التصويرية للفيلم، ودي في حد ذاتها نقطة قوة كبيرة جدا للفيلم. وجلاس موسيقي ينتمي للمدرسة الهارموني السنفونية، خلونا نشبهها كده بعمر خيرت وراجح داود عندنا في مصر، بيلحن بنوتة وبشكل هارموني جميل. كان من أوائل الموسيقيين في الثمانينات اللي اشتغلوا على عدد كبير من الأفلام الوثائقية بجانب الأفلام الدرامية والحفلات ومؤلفات الموسيقى. موسيقى الفيلم موسيقى هارموني هادية ومتناسبة جدا مع إقام مونتاج الفيلم، تقريبا وتريات فقط، خلقت جو يحسسك بالتوتر طول الوقت. فيلم النهاردة ينتمي لنوع الفيلم الوثائقي والديكيو دراما مع بعض، وثائقي لأنه بيتكلم عن أحداث حصلت في الماضي، واعتماده على الحوارات الوثائقية سواء أوراق ملف القضية أو الجرائد المعاصرة للأحداث، بيشكل أكتر من 80% من الفيلم تقريبا. فهنا جه جزء التوثيق. أما الجزء الديكيو دراما فبيتمثل في المشاهد التمثيلية الخاصة بتنفيذ الجريمة، رغم معرفة المشاهدين وقتها بتفاصيل الجريمة. وعلى فكرة الفيلم تم عرضه سينمائيا، وده نادر جدا ما بيحصل في الأفلام التسجيلية، إلا أن الفيلم عرف يشد المشاهد للأحداث حتى رغم معرفتنا التامة بالنهاية. من مشاهد البداية اللي كان حوارها مع راندل أدمز، انت كمشاهد
مشدود للفيلم، عايز تعرف التفاصيل. وفي المشاهد الصغيرة دي بيحكي أدمز إزاي بعد يوم واحد من وصول دالاس لقى شغل على الرغم من عشرات العاطلين هناك، وإزاي الدنيا كانت سهلة جدا في البداية. بينقلنا الفيلم بنقلة اتكررت كتير جدا، وهي سرينة عربية البوليس لديفيد هاريس القاتل الحقيقي، بيحكي وهو في ملابس الإعدام والكلبشات في إيديه عن بدايته وهو صغير واللي وصله للنهاية دي. وديفيد هاريس زي ما هنشوف على مدار الفيلم ما عدا آخر مشهد مصور ليه، تحس إنه طول الوقت في حالة من اللامبالاة، مبتسم طول الوقت، واضح جدا اضطرابه النفسي. تفاصيل كتير مش فاكرها، بس في النهاية وصلنا لإزاي سرق عربية جيرانه ومسدس باباه وراح بيهم دالاس في نفس الوقت. بيستمر الجزء الأول من الفيلم في الحكي من الطرفين، كل واحد بيحكي حكايته وصولا لنقطة إزاي تقابله وإزاي نشأت بينهم صداقة سريعة جدا بالرغم من فارق السن الكبير اللي بينهم اللي كان أكتر من 12 سنة. وكانت الماريجوانا وللأسف يعني واحدة من الحاجات اللي جمعت بينهم، ودي كانت الغلطة الوحيدة لأدمز في القصة كلها. بيبدأ بسرعة الجزء الثاني من الفيلم، وعلى فكرة التقسيمات دي بتاعتي أنا، يعني الفيلم بيسحبنا من نقطة لنقطة بمنتهى السلاسة، ودي بتكون بدايتها بمشهد درامي بيمثل الجريمة نفسها بس بطريقة ذكية جدا من غير ما يبين القاتل علشان تبقى بدون أي وجهة نظر سواء الشهود أو البوليس أو أي حد تاني. ويبدأ بعدها أدمز يحكي اللي حصل في التحقيقات وإزاي حاولوا إجباره أنه يمضي على اعترافات بالجريمة ورفضوا الشديد لحد ما أجبرهم إن هم يكتبوا اللي هو عايزه. ومن هنا يبدأ ظهور شخصيات تانية في الحوار زي وكيل النيابة وكتير من الشخصيات اللي ليها علاقة بالتحقيق أو أصدقاء قرايب ديفيد هاريس. بس بعيبة على الفيلم في حاجة بسيطة كده، إن مفيش تايتل تعريفي بالشخصيات، بتاخد فترة لحد ما بتعرف من حواره هو مين بالظبط، ودي بعتبرها من نقاط الضعف القليلة جدا في الفيلم. بنستمر فترة كبيرة في المرحلة دي وما بين الحوارات والدراما ومحاضر التحقيق والجرائد ما بيظهرش فيها ديفيد هاريس خالص غير في المرحلة الثالثة من الفيلم وهي مرحلة الشهود، وبيظهر هنا بذكاء شديد من المخرج كشاهد بيدلي بشهادته وبيعترف على أدمز. يعني الفيلم بياخدنا زي التحقيق ما تم بالظبط، وبيستمر الفيلم في مرحلة الشهود اللي على رأي عادل إمام شاهد ما شافش حاجة، وبنعرف بعد كده أسباب كل واحد منهم للشهادة دي. وبيستمر الفيلم في محطاته كأننا فعلا بنحضر لتحقيق الفعل، وبياخدنا ما بين شهود لوكلاء نيابة لشهود للقاضي في رحلة مدتها 102 دقيقة من الإثارة فعلا. وانا بجد بحاول ما احرق لكوش الفيلم لانه بجد يستحق المشاهدة، واتمنى ان انتوا تدوروا عليه وتشوفوه. هنا بيستوقفني المرحلة الاخيرة من الفيلم وهي مرحلة ما بعد اعتراف ديفيد هاريس. المرحلة دي فيها نقطتين مهمين جدا، الاولى هي الاسئلة اللي وجهها لديفيد هاريس ووالده علشان يقدر يوصل لنا تحليل النفسي لشخصيته اللي احنا كمشاهدين لمسينها من خلال طريقة كلامه، ابتسامته الدايمة رغم انه مقدم على اعدام. كل ده بنعرف اسبابه في المرحلة الاخيرة من الفيلم وبذكاء شديد جدا عن طريق اسئلة لهاريس ووالده. اما النقطة التانية فهي نقطة طريفة جدا وبرضه مش هحرقها لكم، بس بتوضح ذكاء مخرج وقع في وردة تقنية رهيبة وهو بيعمل حوار مش هيعرف يعمله مرة تانية، ألا وهي الكاميرا باظت. هنشوف في آخر الفيلم هو اتصرف ازاي وبشكل ذكي جدا، بس بجد شابو لمارس. وفي النهاية أحب أقول بجد إن الفيلم ده يستحق يكون من أهم الأفلام في تاريخ الفيلم التسجيلي على مستوى العالم. يمكن في قنوات متخصصة كتيرة زي ريل ستوريز أو قصص حقيقية اتخصصت في النوع ده، وحاليا في برنامج على قناة مصرية لجورج قرداحي واخد نفس الخط، بس الفيلم المستقل يكون ليه كده روح تانية لأن المخرج بيكون مخرج مبدع مش مخرج موظف
بيعمل حلقات وخلاص. موريس حضر للفيلم أكتر من سنتين، وأنا لما شفت باقي أفلامه اكتشفت أنه عمل فيلم شبيه بيه بعد 22 سنة، يعني سنة 2010. أكيد هنستعرضه بعد فترة كده علشان نشوف هل في حدث تطور في أسلوبه بعد الفترة دي، خصوصا أن في المرحلة ما بين الفيلمين دخل في مرحلة البيوغرافي السياسي، يعني أفلام وثائقية عن شخصيات سياسية. الحلقة الجاية عندنا موضوع مهم جدا وفلسفي جدا، كتير منا هيختلفوا عليه، وجزء من الخلاف هيكون سيد معد ومقدم الفيلم واعتقد منتج، رغم انه تحت شعار قناة انجليزية كبيرة كتير منكم اكيد عارفينها وعارفين الشخصية الجدلية، فخلونا نناقش الفكرة دي الحلقة الجاية.